بأوج الحرب الروسية الأوكرانية انقلب السحر على الساحر، فبينما يستعد الجيش الروسي لفصل جديد من فصول المعركة مع قرب امتلاك الأوكرانيين لمقاتلات F-16 الحربية، يتلقى طعنة كبيرة من أكبر الشركات العسكرية الروسية وأضخمها في العالم. قوات فاغنر اقتحمت الأراضي الروسية معلنة البدء بحرب عسكرية مع الجيش الروسي عقب شهور من الخلافات التي انتهت بتصعيد غير مسبوق. القصة بدأت من تصريحات امتدت على مدار شهور لقائد قوات فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، اتهم فيها وزارة الدفاع الروسية بترك جنوده دون ذخيرة أو عتاد كاف لخطوط المواجهة الساخنة في جبهة باخموت الأشرس في أوكرانيا، ليندلع فتيل الأزمة بعد اتهام بريغوجين الجيش الروسي بقصف مقاتلي فاغنر وسقوط عدد هائل منهم، ويقوم بسحب القوات من أوكرانيا واقتحام مقاطعة روستوف جنوب البلاد، متعهدا بشنق وزير الدفاع في الساحة الحمراء وتدمير كل ما في طريقه. خطوة بريغوجين أغضبت بوتين الذي خرج مهددا ومتوعدا برد قاس ومخيف على ما وصفها بالخيانة والطعنة في الظهر، واعتبر التمرد العسكري محاولة لدفع بلاده للاستسلام، معلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد كبير من مقاطعات الجنوب الروسي، كما أصدر أوامره بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط روستوف بموسكو، مشددا على عزمه القيام بكل ما يلزم لحماية الأراضي الروسية وضرب المتمردين بيد من حديد. كما قام بالتواصل مع قادة الجبهات الحربية داخل أوكرانيا للاطمئنان على سير العمليات هناك. وعلى لسان كبار قادة الجيش وأجهزة المخابرات الفيدرالية في موسكو خرجت إنذارات شديدة اللهجة لمقاتلي فاغنر، طالبة منهم عدم الإقدام على خطوة لا يمكن العودة عنها، ومناشدة إياهم التخلي عن قائدهم وتسليمه للمحاسبة العسكرية. وأعلنت القيادة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع التقارير أولا بأول حول التمرد العسكري الذي يقوده طباخه وصديقه قديم بريغوجين، الذي يريد تحقيق ما سماه العدالة لمقاتليه الذين سقطوا بالقصف الصاروخي الروسي. وقد كانت مشاهد جحافل قوات فاغنر في مقاطعة روستوف صادمة للغاية بعد سيطرتها على كل شيء في المدينة من المطار إلى مقر وزارة الدفاع. وبينما أسقطت فاغنر مروحية للشرطة العسكرية الروسية، دفع الجيش الروسي بدبابات وآليات عسكرية وكتائب تعزيزية من الجيش إلى شوارع العاصمة موسكو وضواحيها في خطوة بدأ أنها استباقية لما يوشك أن يصبح أكبر حرب داخلية روسية. وفي خضم انشغال الجيش الروسي وجزء كبير من قواته بالحرب الأوكرانية، ستكون المواجهة مع قوات فاغنر صعبة ومعقدة للغاية، وقد تتسبب في أزمة لا مثيل لها في تاريخ الأمة الروسية. فشركة فاغنر تعتبر من أقوى الشركات العسكرية في العالم، وقد بلغ تعداد مقاتليها في أوكرانيا وحدها أكثر من 50,000 مقاتل، معظمهم من القوات الخاصة المدربة على أعلى مستوى، كما أنها تنتشر في دول مثل سوريا وليبيا ودول إفريقية أخرى، كما تمتلك أنواعاً من الأسلحة الرشاشة والصواريخ الفتاكة ومقرات التجسس والرصد والمراقبة. وعلى الجانب الآخر، فالجيش الروسي لا يمكن الاستهانة به في حال من الأحوال، إذ تمكن من الصمود في أوكرانيا بالرغم من وقوف دول الناتو بأكملها في وجهه من خلال الدعم غير المسبوق للأوكرانيين بشتى أنواع الأسلحة، كما أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قائد فاغنر، وفي حال إلقاء القبض عليه فسيتم إعدامه بتهمة الخيانة العظمى للبلاد. ومؤخرا رفضت فاغنر تجديد عقودها مع وزارة الدفاع
الدفاع الروسي، لتقوم الأخيرة بالتعاقد مع قوات أحمد، وهي قوة عسكرية قوامها يتجاوز 10,000 مقاتل من نخب المجندين السابقين في القوات الخاصة الشيشانية والمتطوعين من جنود الجيش الروسي الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويرغبون في القتال من أجل المال. فإلى أين سيصل هذا التمرد المسلح الأول من نوعه داخل روسيا؟ وكيف سينتهي أكبر تحد في تاريخ الدولة الروسية؟ أسئلة ستتكفل الساعات والأيام القادمة بالإجابة عنها.